تركوني يا اخوانا، انا عملتها استخرج. انا مش مصدقه، ازاي زبادي ستيرد الجديد كريمي كده؟ مش ميزه زي اي زبادي عادي خالص يعني، عامل زي شويه الزبادي اللي فوق الفاكهه. خلاص عبقري اللي عمل جوهينا ستيرد، عبقري. دقته بسكر؟ اكتشفت ده، نجحت في اول عمليه نقل مخ. طفره طفره في عالم الزبادي. مش هتعرف ستيرد غير لما تجربه. زبادي ستيرد زبادي مش عادي، ساده لايت وبالسكر طبيعي. جوهينا